في هذه الحلقة سأتحدث عن رجل عجيب وحاله غريب. رجل أحسبه والله تعالى حسيبه أنه كان من أولياء الكبار، من علماء الصالحين المخلصين العاملين، افتخرت بمثل الأندلس وحق لها أن تفتخر، وهو الإمام الكبير الإمام الشاطبي المقرئ القاسم ابن فيرة رحمه الله تعالى ورضي عنه. كان من شاطبة من أندلس، وولد سنة 38 و500، أيضا لمن ضيع التاريخ الهجري قبل 900 سنة من الآن، قبل 900 سنة من الآن ولد سنة 38 و500. وهذا الرجل كان ضريرا سبحان الله العظيم على علم عجيب وعلم كبير وثري وغني بالعلم رحمه الله تعالى، لكنه كان ضريرا. فولي الخطابة في بلاده، فكان الخطيب يذكر الأمراء بصفات لم يرها الشاطبي مناسبة، كان يتعب من ذكرها في الخطبة، فاعتل بالحج، يعني قال لهم أريد أن أحج، وإنما حقيقة أراد أن يهرب من البلد ويخرج منها. فخرج من بلاده متجها إلى مصر، حج وعاد إلى مصر رحمه الله تعالى. في مصر عظم أمره وارتفع قدره وعظمه الناس والتف حوله العلماء، وكان هناك قاض جليل وجليل جدا اسمه القاضي الفاضل، كان وزيرا لصلاح الدين رحمه الله تعالى، وكان صلاح الدين يقول عنه: لا تظنوا أني فتحت البلاد بسيفي، إنما فتحت البلاد بقلم القاضي الفاضل. رجل عملاق، عملاق كبير القاضي الفاضل، أعطاه مكانا في مصر ليجلس فيه ويقرئ الناس، مكان جميل ومرخم بالرخام وكذا، بعد أن عانى الشاطب رحمه الله من فقر شديد وصبر على فقر شديد رحمه الله تعالى. الشاطبي أعظم ما صنعه مطلقا، وقد صنع أشياء كثيرة جليلة، منظومته التي تسمى بالشاطبية، هي في 1173 بيتا، قرابة يعني 1200 بيت. الجلال الذي في هذه القصيدة أنه استطاع أن ينظم فيها كتاب الإمام أبي عمرو الداني الذي يسمى التيسير، تيسير أبي عمرو الداني، وأضاف إليه إضافات أيضا، واستطاع أن يأتي بالعبقرية التي اخترعها، وهي الرموز، الرموز التي في قصيدته. فكان يأتي بحرف يرمز إلى إمام من أئمة القراء، واستطاع بهذا أن يذكر وجوه الخلاف في القراءات، وهي وجوه صعبة وعديدة ومتنوعة، عن طريق هذه الرموز التي اخترعها وأتى بها في قصيدته على وجه جليل عجيب. وكان يقول: لا يقرأ أحد قصيدتي هذه إلا وينتفع، لأني إنما نظمتها لله تعالى. سبحان الله العظيم. أتعرفون لما نظم القصيدة ماذا صنع يا الإخوة؟ والله هذا حادث يهزني من أعماقي كلما أتيت عليه. أخذ القصيدة وطاف بها حول الكعبة 1000 أسبوع. ما معنى الأسبوع؟ الأسبوع يعني 7 أشواط، الأسبوع 7 أشواط حول الكعبة، ما بين كل أسبوع وأسبوع يذهب ويصلي ركعتين ثم يرجع يطوف أسبوعا آخر 7 أشواط أخرى، ويصلي ركعتين ويطوف ويصلي ركعتين، إلى أن أتم 1000 أسبوع. تصوروا، ويحمل القصيدة ويسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيها وأن ينشرها في الناس. فلا يدرى أيها الإخوة والأخوات، فلا يدرى من حفظ هذه القصيدة رجالا ونساء، عشرات الملايين من أيام الشاطب إلى يومنا هذا حفظوا هذه القصيدة ولله الحمد والمنة، وتقبلها الله تعالى منه أحسن القبول، وبثها في الأرض ونشرها، وهي عمدة القراء من زمن الشاطبي إلى أن جاء ابن الجزري وهو إمام آخر من أئمة الفن، فن الإقراء رحمة الله تعالى عليهم جميعا. أرأيتم الإخلاص كيف يصنع بأهله وبالعلماء، كيف ينشر الله كتبهم وينشرها في الناس. كم من عالم أيها الإخوة والأخوات توفي، كم من عالم وتوفيت كتبه معه، كم من عالم مات ومات ذكره في الناس ولم يعد يذكر،
كم من عالم اليوم نعرفه لكن ما ندري كتبه أين هي؟ كتبه ذهبت وما عادت موجودة في الأرض، بينما انظر الشاطبية كيف بارك الله فيها على هيئة عجيبة جليلة عظيمة جدا. وهكذا يفعل الإخلاص بأهله رحمة الله تعالى عليه. أبو شامة المقدسي يقول عن مقام الإمام الشاطبي في مصر وكيف فازت به مصر، يقول يمثل حاله والتفاف علماء مصر عليه وتعظيم علماء مصر له: رأيت جماعة فضلاء فازوا برؤية شيخ مصر الشاطبي وكلهم يعظمه ويثني كتعظيم الصحابة للنبي. رأيتم كيف؟ يعني يريد أن يقول أنه بلغ الغاية من تعظيم الناس له ومن العناية به رحمة الله تعالى عليه. فقد وجد العز في القاهرة، أن القاهرة يا الإخوة والأخوات آنذاك كانت مثابة العلماء ومقصدا لهم، وكانت هي إن صح التعبير العاصمة الثقافية التي تضارع بغداد. الشاطبي رحمه الله تعالى توفي سنة 90 و500، قبل سقوط بغداد بقرابة 66 سنة. كانت القاهرة ذاك قد ارتفع نجمها وعظم أمرها وشأنها إلى أصبحت تضارع بغداد، قريبا من بغداد بدرجة كبيرة جدا. وكان فيها علماء كثر ومكتبات ضخمة وعناية بالغة. فالشاطبي وجد البيئة الثقافية والعلمية التي كان يطمح إليها تختلف تماما عن بيئة شاطبة، ولذلك بقي في مصر إلى أن توفي فيها رحمة الله تعالى عليه سنة 90 و500. توفي مبكرا عن 52 سنة فقط، سبحان الله العظيم. وترك هذا التراث الخالد، ليس فقط الشاطبية، الشاطبية عقيلة أتراب القصائد، أشياء أخرى كثيرة. وكان من جلاله رحمه الله تعالى حتى في الشاطبية وغيرها كان يورد الأبيات يمزجها بالرقائق، يمزجها بالتخويف من الله والدار الآخرة والترغيب والرجاء والتشويق. هو أندلسي بالطبع، والأندلس لهم نظم رقيق، وعادة العلماء إذا نظموا، عادة العلماء ينظمون لكن بما يسمى نظم الفقهاء، يكون ضعيفا أو إذا على يكون متوسطا، لكن الشاطبي نظمه قد بلغ الغاية في الجودة، الرونق، الجلال، الجمال، الوقع الآذان، جميلة القصيدة الشاطبية البدايات الأولى، وفيها تذكير طالب العلم بالله وتعليق لقلبه بالله سبحانه وتعالى وترغيب له بالإخلاص واعتزال عن أبناء الدنيا وعدم الركون إلى الدنيا ومالها وجاهها وما فيها. جميلة جميلة جدا هذه القصيدة، بدايات وخاتمة رائعة رائعة جدا، وفيها تظهر شخصية الشاطبي ومدى تعلقه بالله سبحانه وتعالى وما كان عليه من انكسار رحمه الله تعالى. الشاطبي صاحب كرامات، وهذه كرامات كثيرة في سيرته، أذكر منها كرامة عجيبة فعلا كانت جليلة. كان هناك له تلميذ أثير به، فكان دائما يأتي مبكرا أول تلاميذ. فكان الشاطبي رجل ضرير، كان يقول: من أتى أولا فليقرأ. فيقرأ هذا التلميذ. في يوم من الأيام قال الشاطبي: من أتى ثانيا فليقرأ. تعجب الطالب، وقد أتى هو، أتى الأول. فالشاطبي قال: من أتى ثانيا فليقرأ. فنظر في حالي، ماذا أغضبت شيخنا؟ يعني ماذا صنعت؟ فكر إيش السيئة التي ارتكبها هذا الطالب أعني رحمه الله. فوجد أنه قد أجنب بالليل ونسي أن يغتسل. الله أكبر. فأطلع الله تعالى الشاطبي على حال الطالب، فتنبه الطالب وقام بالاغتسال، فرجع إلى المجلس وقد اغتسل وصلى. فهنا الشاطبي رحمه الله تعالى قال: من أتى أولا فليقرأ، وأوقف التلميذ الثاني وقرأ الطالب الأول على الشاطبي رحمة الله تعالى عليه. هذه كرامة باهرة جليلة عظيمة في الحقيقة تستحق التنويه. والسخاوي عالم الدين، هناك سخاويان في تاريخنا العلمي والثقافي، السخاويون ملايين من سخا، لكن العلماء والمثقفون منهم المشهورون اثنان: عالم الدين السخاوي تلميذ الشاطبي، والسخاوي المشهور الذي جاء بعده بثلاثة قرون، طيب، الذي كان في مصر وجاور في المدينة. عالم الدين السخاوي تلميذ الشاطبي
يقول أقطع، اسمعوا، أقطع أنه كان مكاشفا، يعني كان وليا صالحا، وأن الله سبحانه وتعالى يخبره بأشياء في المنام عن طريق أشياء معينة أخرى، أقطع أنه كان مكاشفا وأنه سأل الله تعالى صيانة حاله، سبحان الله العظيم، حتى لا يظهر حاله للناس. أقطع يقول، وهذا تلميذه الأثير لابد أن نرأى منه ما يحتمل ذلك. حتى أنه سئل الشاطبي رحمه الله تعالى عن قصيدته من سيشرحها، لأن فيها ألغاز وفيها أشياء مهمة، قال يقيد الله لها فتى يشرحها، يقيد الله لها فتى يشرحها. فكان هذا الفتى هو تلميذه عالم الدين السخاوي رحمة الله تعالى عليه. فانظر الشاطبي كيف كان، كان صاحب صفاء ونقاء سريرة. وهكذا ينبغي أن يكون العلماء، إخلاصا، تعلقا بالله، فرارا من الدنيا وركون إليها، صبر على فقر شديد، خرج من بلاده لله تعالى، هرب من بلاده جاء إلى مصر فأكرمه الله وجلب له أنواع من العز وسخر له قلوب الرؤساء والكبراء وسخر له قلوب الطلبة، وأتوا إليه وتناقلوا قصيدته الرائعة الجليلة رحمة الله تعالى عليه، ونفعنا بعلمه. فقد كان هو وأبا عمرو الداني وابن الجزري ومكي بن أبي طالب القيسي الأربعة أركان الذين أسسوا علم القراءات وأنشأوا له بنيانا شامخا وعظموا هذا العلم، وتناقل الطلاب علومهم رحمة الله تعالى على الأربعة، ونفعنا بهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة لتناول شخصية أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.